كانيس لوبيز الذئب الرمادي من الأسنان للذيل كيف هذا الصياد الشرس بأنياب لتمزيق اللحم ورؤية ليلية ممتازة وقوائم طويلة من أجل مطاردة الفريسة. هذه الحيوانات المفترسة اجتماعية جداً، تصطاد في مجموعات وتتغذى على حيوانات كبيرة مثل الثور والإلكا والموظ، لكن البشر ليسوا جزءاً من نظامها الغذائي. إنه أمر نادر للغاية. وقد تعرض للهجوم، وتلك أول حالة مؤكدة لهجوم من ذئب على إنسان في مينيسوتا. لقد فكرت وعلمت أنني إن استدرت وهربت من هذا الشيء فلن أنجو منه، فلم أكن أنظر إليه، وليس لدي فكرة عن مكانه، وإذا ركضت فأنت تعتبر فريسة وسوف يلاحقك. توجد بعض العناصر السلوكية لهذه الحالة تكون غير متوقعة، فالذئاب متأقلمة من أجل الركض خلف فريستها، وهي ليست حيوانات مفترسة تصيد بطريقة المباغتة. حقيقة أن هذا الذئب تسلل منذ البداية مباشرة من الخلف، أمر غير عادي. وحقيقة أن هذا الذئب كان بمفرده، في حين أن الذئاب حيوانات اجتماعية متعاونة وتصطاد بفاعلية في مجموعات. لماذا ذئب رمادي بالغ يتجول بشكل منفرد قد يهاجم إنساناً؟ لذا كان علي الاستدارة ومواجهة هذا الشيء. توجب علي أن أعرف مكانه بالضبط وما يفعله، وأن أبعده في أقرب وقت ممكن.